عم نفتش على اسم واحد. نيكولا أدولف نايلوك. شو صار معك من تاريخ 13/2/2019؟ ضلينا نفتش نفتش وما لقينا. أولادي ما عندهم وراء يسافروا على بلدهم، لو ما عن وراء كان أولادي من زمان روحوا برموا عليه. 700,000 كيلومتر مربع، أكثر من 12 مليون نسمة، وين بتروح تفتش بلبنان؟ تبرم السودان. تبرم، خليها تتعب شوي. أنا طلبت بالجنسية لأولادي ما عطوني إياها، ما عطوهم إياها. خبرك شو صار؟ لو كان الخبر صعب؟ لو أصعب من هالأيام اللي عم نمرق عليها ما لحالي إشي صعب. 5 أطفال بدون أوراق، 5 أطفال عم بفتشوا عن بي ببلد مزقته الحرب الأهلية وخلفت ملايين الضحايا. أول خبر بكرة، أعلى المسؤولين الدبلوماسيين في دولة جنوب السودان رح يسلموا أولادك أوراق الثبوتية من بعد ما أطلقنا الصرخة في هذا البرنامج من سنتين. الحمد لله، الحمد لله يا رب. الخطوة التالية هي بعد ما يحصلوا على الأوراق بدنا نروح على جوبا. لازم نروح، لازم لازم لازم. لو حتى كان خبر صاعق؟ لو شو ما كان، لو شو ما كان أستاذ مالك، والله حتى بنيتي هني طالبينها. اليوم الأربعاء، جمعة الفجر، الوجهة المطار. رح أقول لك شغلة واحدة، تفضل. طائرة رح تحمل إشارة من جوبا من جنوب السودان. وما رح أقول لك أكثر. تجيب خبر من السودان؟ إشارة. إشارة.